فاول بخطا في خطا على خميس شعبه في خطا الشوط الثاني الشبابيه سالم جوهر وسعيد خرازي وعلي متري من راح يسدد يبدو ان سالم جوهر حايط بشري شبابي سالم جوهر ولا خرازي بيلعب بالمرمى اللعوب يا سلام حلوه من خرازي ويطلعها احلى ايضا حسن الشريف يطلعها خارج الملعب ركله شوف خرازي بيحطها وعلى طول بيطير لها حسن الشريف بإسلام السيدة بتضرب في العارضة بتطلع خارج الملعب. أجمل ما في العين في الشوط الأول أنه قدم المباراة الحقيقة بروح وبثقة كبيرة جدا، حاول فريق اليوفي ووصل بالفعل وكاد يهدف أكثر من مرة لولا العارضة من ناحية ولولا براعة وليد سالم حارس مرمى وخط الضفن العربي وتحديدا في قطر. عبد الحفيظ تصفاوت النجم اللي تألق في الملاعب الفرنسية، وهنا سعيد الخرازي اللعيب الحقيقة اللي في فترة قليلة جماهير العين حبته جدا لكن تم الاستغناء عنه. إلى عبد الله علي الشقيقان هنا في الشوط الثاني متواجدان معا، الشوط الأول كان جمعة خاطر، الشوط الثاني موجود سبيت خاطر، أشقاء أيضا مع فريق العين والاستخلاص. بيحاول سعيد الخرازي موهوب حريف عايز بس شوية جماعية وشوية قوة يبقى زي الفل. هنا مع فريق العين لمتابعة هذا الفريق وهؤلاء النجوم عن قرب. سعيد الخرازي بيمارس هوايته أكثر من اللازم شوية لازم يلعب للفريق ويلعب للمجموعة. سعيد الخرازي وكلاهما مساندة جميلة، مهارة جزائرية مدعمة بالاحتراف الأوروبي، مهارة جزائرية مفتاح رمز من رموز الكرة القطرية على مدار تاريخها سيبقى دائما وابدا. هنا الكرة الأمامية محمد غلام هلال سعيد الخرازي اهو كده يا سعيد تسلم رجليك بساطة وسهولة انت تكسبه. اللي عملها رامي مع ندفت مشيت كويس قوي، مهارات جميلة وثقة عندنا حاجات كتير كويسة. 1897 الميلان على وتطور، نتمنى ان شاء الله التوفيق والتضامن من الجميع لإنجاح كأس العالم للشباب التي ستقام بإذن الله في مارس القادم هنا بدولة الإمارات. ضربة حرة لنادي العين والحضور الجماهيري والحماس الجماهيري كبير سواء للأندية ومنتخبات الناشئين وكأس العالم القادمة قطعا ستكون طريق جديد لنجوم جدد متألقين إن شاء الله في الملاعب العالمية هنا على أرض الإمارات بداية من مارس القادم. ضربة حرة من جديد وسيطرة عينوية، وأعتقد أن في نوع من مش هقول إحباط مش هقول فقدان ثقة لكن هقول نوع من الارتياح شوية في أداء لعيبة اليوفنتوس في الفترة الأخيرة. يعني ديلبيرو برضو مش عايز يدوس، ما عايزين نكون واقعيين يا جماعة. راحت يا خرازي هذه، برافو سلمان خلصنا عدنان سلمان، يا سلام عليكم بيشيلنا هدف فعلا. شوف خرازي شالها ولكن حطها في نفس الزاويه اللي كان فيها حارس المرمى. شوف خرازي حطها ويشيلها السلمان، واول هجمه خطيره في المباراه لصالح رقم 17. لاحظوا هنا الاعاده ديال ضربه جزاء تطلع حذوفه طول الاعاده، تنفذت ضربه الزاويه سعيد خرازي، ما كاينش هناك شي مضايقه كبيره من سامي عند خرازي. خرازي هذه اللي قايم بمقابله جيده دائما عنده الكره، تمرار عند ديالو ما كاينش سعيد خرازي، تمرار تمريره جيده في اتجاه خربوش عبر بها تمرار رباطي عند سعيد خرازي تمرار تمريره جيده. لاحظوا فالحملات المضاده تشكل خطوره كبيره على الرجاء. خرازي دائما عنده الكره، يحاول يروق عند صار اكثر تنظيم، فهو معتمد الان لاعبين تيلعبوا ديال الرجاء. سعيد خرازي لاحظوا الطريقه باش يروق بها اللاعب سعيد خرازي. سامي تجديد الشيخ صار سعيد خرازي في المضاد لفائدة الرجاء. لامين الرباطي سعيد خرازي
وليد خرازي حاولت تلاحظوا امام المدافعين تتمكن من المراوغه سعيد خرازي فتحت المجهود التي قام به سعيد لاعب ليبارز بدون منازع في هذه المباراه فعنده مؤهلات عنده تقنيات كما تلاحظوا بامكانه باش يمشي بعيد في هذا المباراه لان ضربه خطا لفائده الرجاء رجاء البيضاوي الصفري اللي تلعب حاليا بانجلترا في فريق كوفنتري الانجليزي وهناك لاعب معار للمغرب الفاسي اللي هو طارق رزقي اذا هذو كل اللاعبين اللي غادروا هذا الموسم فريق الرجاء البيضاوي ومشاو لفرق اخرى نيل يسلمها لسعيد الخرادي سعيد الخرادي ومعاه حسين حاكم وفاول على حسين حاكم فاول على حسين حاكم مع سعيد الخراج شوف واضح فاول واضح استعمال اليد قبل اللاعب حسين حاكم وصفاره